هيا نختموها بتصفيق شباب. نختار شنو المير كارديالي تبغي؟ عمر عمور فوسي مولاي طيب فوسي مولاي طيب تايرين غازي ولاية بومرداس اليوم نتشرف فيه قدماء كرة القدم الجزائرية وكذلك اللي راهم ينشطوا بامتياز الحركة الرياضية هنا في بومرداس وخاصة الفريقين المعروفين جيل بوجبلاي تاعنا ونبارك اي جهد لرئاسة الفريق وان شاء الله نتمنوا لك الخبرة تاعي اللي اكتسبتها كمدرب وكمقطر يعني ان شاء الله وكمكتشف المواهب ان شاء الله تتجسد في هذه المدينة العزيزة على كاع الجزائريين كما يقولوا لي بغي الهدى بغي الريح المختعه يجي بومرداس المضيف ربي يخلينا هذه المدينه وربي يشكروا الجنه واحد ان شاء الله وتصفيقه حاره لكاع الجبال ونحن نعيش في هذه الفرحه فرحه صعود فريق خميس خشنا وهي كذلك منطقه اعطت الكثير للرياضه الجزائريه وان شاء الله بفضل الرجال تاعها والسكان تاعها والانصار تاعها المخلصين وكذلك يعني الجهود هي تبذلها السلطات المحليه من اجل يعني عوده هذه المدينه اللي شرفت الجزائر في كره القدم الجزائريه سنوات السبعينات والثمانينات ويكفينا فخرا اننا نعيش واحد اليوم تاريخي بفضل واحد الابن اللي احنا نتاكدوا نقعدوا نبغوه مهما كان الصفات ربي يخلينا فوزي شوشي وربي يرحمه. كذلك متواجدين احد الذين بفضلهم يعني شوشي والجماعه اللي راهم هنا لاصدقاء شوشي حبوا كرة القدم وواصلوا المسيرة تاعهم. أولا تحية لخونا مصطفى كويسي. تحية كذلك كريم غازي غني عن كل تعريف. عمر عمور حاج عدنان محمد شعيب والصديق تاعه قاسم سعيد. عثمان بن فرقة. أصحابنا. فيصل بن فرعة. فوسي مولاي طيب. و سيدات والسادة الحضور مرحبا بكم. تفضل سيدات والسادة الحضور مرحبا بكم. نقدمهم طبعا رئيس جمعية راديوز الغنية عن التعريف ولما فتحها الكل يعلم به عبر مختلف ولايات الوطن والنشاطات الخيرية والاجتماعية والهادفة التي تقوم بها. ومن خلال كذلك الجمعية نرحب بنجوم الكرة والرياضة الجزائرية تربينا على يعني الصيت تاعهم وعلى ما قدموه للرياضة الجزائرية. أنا واحد من الناس اللي في سن 13 سنة كنت نتبع في كأس العالم 82 على سبيل المثال لأن كانتها عدة مناسبات ومن هذيك الغمرة تاع الفرحة اللي كنا عايشينها خيطت أول علم بيدي علم تاع الجزائر خيطته بيدي طرازة غير باش نحتفل بالفوز تاع الفريق الوطني هذاك الوقت تلمو الرياضة يعني عندها أثر كبير على المواطن سواء كان كبير ولا صغير ونعرفوهم كذلك الأبطال تاعنا بالخصال تاعهم والأخلاق تاعهم والدليل انه هم مخلين كاع العائلات تاعهم ومخلين صوالحهم وراهم يجوبوا ولايه الوطن باش يقدموا الرساله اللي دائما كانوا يقدموها سواء عن طريق ممارسه الرياضه والان عن طريق طبعا مساعده مختلف شرائح المجتمع والمجتمع المدني خاصه. اذا مرحبا بكم في ولايتكم ولايه بومرداس. تفضل قاسي سعيد.
والرقصة المشهورة كي المحنة المصرية هاكم شفتوها هو باللومي يضوي بسيط تضرسي باللومي تضرسي بولي شاهد لك هذا الكتري وتنه مولي فرق وشي عسي سعيد توسي باللومي فشكرك تضرسي بولي شاهد لك هذا الكتري يا رب سلم على صحيح على صحيح أبو يا صحيح فضل عمر هديها ال مكيت لها ديما بخطأ أنا بعرف شوف كاني هدي صورة هدي صورة هيا شي قادة ودائما ناشط ودائما هو اللي راهو يدير الحيوية إن شاء الله سواء في الرياضة سواء في الاقتصادية سواء في الاجتماعية سواء دائما يعني دائما يعني تلقاه من الأوائل في كل ولاية. بارك الله فيك. ما في التدعيم ما في التكريم تاع رؤساء الفرق اللي طلعوه كاع راح يديهم مكرم يعطيه الصحة إن شاء الله ويكون له المزيد به من المجموعة تاعو. هذه الصورة قبل نصبح نلادو بالروح الرياضية اليد في اليد اليد في اليد واللي شاهد عليكم على هذه الصورة سيخدم باللوبي تفضل ك يعني كلاعب قديم وسي كوزي شاوشي كوزي شاوشي روزي الماتش ان شاء الله تنحسب روزي الماتش زيرو افيرتيسمون زيرو كارتو روج ان شاء الله باذن الله حيا الله هذا من قدماء قدماء الفريق اي راه خلي تفضل اللي بطل الدورة بصحبة السيد الوالي يا تفضل خويا خدين ايطاليا هذه هي رئيس الفريق جبنا الكورة هذه هديها لك سي بلومي مع مصطفى الكويسي وقاسي سعيد كذلك باش يكرم بطرف السيد الوالي وسيدي خضر الوالي وكويسي لفريق خرج اللعيب ونترحم بالمناسبة على هذا الأبطال تاعنا سيدي شرفي تفضل أحد الأبطال تاع هذه المدينة توسط السيد الوالي إلى كان السي كوزي ونعدوها يعني نختار هذه الميدالية حتى هي الأولى سي عندنا هذا صديقنا بصح اليوم القبعة تاع سكان برج المناير بامتياز يعني مام هذوك اللي داو بعض الأمطار وداو بعض الأراضي يعني بس سكنوا فيها اللي يتقاربوا مع الولايات المجاورة نقول لهم ثاني فوز هذه برج المناير بامتياز تفضل سي شاوشي نعطيها الخوك أي جوتي ونتمنوا إن شاء الله هذا الود ما تسبقوش فيه هذا الود قلبه زين وعقلي تاع زينة ونحبه ونقول لك حاجة الإدارة راهي هنايا ماذا بيك احنا نقلعوا العائق الإدارة تتكفل بالراتب تاعك وتعاون وتعاون سي كذلك بيطالية يهديها أكثر من لون كذلك ميدالية لكل إدارة وكل رجال خفاء في هذه الولاية بداية من الرجل الطيب اللي استقبلنا أحسن استقبال وفتح لنا الملعب وفتح لنا يعني الباب وفتح لنا يعني الآخر واستقبلونا بدون ما ننسى رجال المحيطين بالسيد الوالي اللي حاملين ضغط كبير وقول لهم بلي هذه الميدالية باسمكم الخاص بارك الله فيكم رجال ونساء كذلك سي قاسي سعيد يهديها اسم كاع عمال هذه الولاية ويهديها له ليه؟ وهذه هدايا يعني متواضعة يهديها ساكنة مدينة وهران تقدم سيدو أروح تشوف هذو الشباب تاعنا اللي كانوا يعني بينيفول هاك عطوها سيدي الوالي هذا هو
كذلك باش ما تنسوش اللي هم الناس ويشاركون اخونا يعني من المجلس التحكيمي ولاية قطر في هذه الصوره. استاذ الاكيد عدنان صانع من حمد شبيبة القبائل والاتحاد الجزائري. وهذه الشهاده يديها فوسي مع اللاعب من طلع وعمر.